اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك. كل ما يحيط بالجسم هذا نسميه المحيط، يحرم لبس المحيط ويحرم لبس المخيط. المخيط كل الثياب اللي ما مفصلة، مش مخيطة، الخيط ما عندوش علاقة، مفصلة. أيضا من محظورات خطبة النساء وعقد النكاح، خطبة النساء، وهذه كاينة عند النساء بزاف. رحت معاها طفلة عزبة، والله لك عجبتني أنايا، هاكي عجبتني، قلت ديك لوليدي، نديك لوليدي، تقول له خلاص أنا خلاص أنا تقول الآخر تقول إيه وكذا وكذا، ها تصبح هذه لا يجوز، لا يجوز، فهمتوني الفكرة؟ إذا خطبة النساء سواء للرجال ولا للنساء لا يجوز. أيضا الأشياء التي لا تجوز هو الجدال، الجدال هذا تسيبوا راجل يمشي، هذه المخاصمة وكاكينا بلادكم وكذا نهضروا وكذا، حتى ولو في الدين تتخاصموا، لا المالكية تقول هكذا، لا لا الحنفية تقول هكا، الشافعية تقول هكا، لا لا احنا كاش نهار كي رانا نديرو غادي نتيام كاش ما قلنا لكم مالكية ولا الشافعية، انا نعرفو في الحج كما هو، ما نقولو لا الخاصم ولا واسمو، كلها اراء. نعلم اخواننا باننا نقوم بهذه الدورات التكوينية، وهذه السنة الطبعة السابعة من دورات تكوين الحجاج التي يقوم بها متطوعون، وليس عملنا هو أنه عمل إلقائي قصصي، وإنما هو عمل تقني تطبيقي. فعندنا في اليوم الأول هو طرح ومقدمة عامة لأهمية الحج ومكانته وقيمته في الإسلام وأهميته، وابتداء من اليوم الثاني عندنا أعمال تطبيقية تقنية، فكل حاج وعدناهم وهم مستعدون لكي يعرفوا الحج من يعني ابتداء من الجزائر، من الانطلاقة هنا إلى يعني من الجزائر إلى أن يعودوا إلى الجزائر، يعرفون بإذن الله مناسك الحج خطوة خطوة و مرحلة مرحلة. فتصوير الحج عملي تطبيقي في أذهانهم في وسائلهم، يكون يعني من مطبقا. والدليل على ذلك أن التجارب السابقة بيّنت لنا ذلك، بحيث أن الحجاج الذين تكونوا معنا هنا عندما يذهبون هناك يفرحون أو فرحوا فرحا شديدا بما قاموا به، بحيث أنهم عملوا ويعني هم عملوا وعلموا من يعمل منسك الحج، لأن هناك لا يمكن أن نعتمد على توجيهات آخرين، يعني مذاهب وتوجهات شتى، وهناك كل واحد وماذا يقول. لكن عندما يكون الحاج متزودا من بلاده على مذهبه فيكون محصنا يعني ولا يبالي، وحتى إذا اعترضه أمر التوجيهات التي يأخذونها، إذا اعترضه أو جاء عنده إشكال هناك علماء جزائريين، هناك مرشدون، هناك موجهون. مع أساتذتنا وعلمائنا وأئمتنا ومشايخنا نقوم بتوجيه حجاج بيت الله الحرام لهذه السنة المباركة، فهذه الدورة التي تدوم بعون الله عز وجل 10 أيام، ونحن ابتدأناها حوالي 7 سنوات، ونحن بعد كل عام يجون الحجاج المكتبة أم الدروع التي تشرف على هذا الدورة التكوينية، جمعية علماء المسلمين شعبة أم الدروع التي ترأسها أساتذة وأئمة ومشايخ. كل سنة نصرف الحجاج عندنا في المكتبة ونقوم بإرشادهم وتعليمهم مناسك الحج، ابتداء من الاستعداد من في الجزائر مقبل ما يروحوا للجزائر، من الجزائر مقبل ما يروحوا للقاعة المقدسة، الأمور المهمة اللي يقوموا بها، فهم سفراء الجزائر، يمثل الجزائر إن شاء الله
في السعوديه في المملكه السعوديه وروحوا بالاخلاق تاعهم والقيم تاعهم والفضائل والسلوكات الحميده نهيئوهم هنا قبل ما يروحوا ان شاء الله، وكذلك نقوم بتوعيتهم وتبيين وشرح المناسك ابتداء كذلك من الاحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفه وايامنا وايام الرجل، نشرح لهم قال مناسك خلال 10 ايام وان شاء الله يروحوا مزودين بالمعارف والعلوم، وان شاء الله ربي عز وجل يوفق الحجاج تاعنا، وان شاء الله ربي عز وجل يبارك فيهم ان شاء الله ويمثل الجزائر افضل تمثيل واشرف تمثيل. اقدم نصيحه من جلالي رئيس جمعيه حمايه المستهلك والعروض الفيدراليه الجزائريه للمستهلكين. اول شيء ابارك لكم بالحج المبارك بزيارة البقاع المقدسة، وهذا توفيق عند الله. كلنا نعرف أننا في أن كما نقولوا باللغة الدارجة تاعنا كاين يقول لك مكة تعيط، هذه ربي يبغاكم عيط لكم باش تروحوا تحجوا عند جسنا إن شاء الله يا رب، وتروحوا سالمين غانمين. لأن الجمعية اليوم حاضرة معكم هنا، لاحظنا أنه الجمعية جمعية علماء المسلمين شعبة الدروع أعطت لكم التعليمات وكيف يكون الحج، مسير الحج من الأول حتى الآخر. المذهب الملكي. المذهب الملكي، وهذا لاحظناه أن شيء وأنتم كنتم منتهين والسوق عندكم أسئلة فيما يخص ذلك. نبارك لكم، إلا أننا نوصيكم حاجة هي كجمعية حماية المستهلك، نحرصكم من التسممات الغذائية دائما. إحنا عندنا قاعدة نقولوا المراقب كما نقولوا انتم اللي تمطروا على المراقب، هو اول شيء هو انت هو المراقب. المراقب عندك حواس الخمس، عندك اللسان، عندك يدك، عندك الشم، هذا هو اللي تراقب بهم. عندك تشوف كي تجي داخل الرستوران ولا حاجه تشوف الفريكو ذاك اللي هو بارد، الاولى عندك العين تشوف الماده هذيك اذا هي قديمه هي جديده، تنجم عندك حاسه الشم كاين ديفو من حاجه تنجم تشمها. دائما حرص روحك انت راك في حج، احنا ماذا بينا تكون عندك تستنفه هذه ما تطيحش كما يقول لك في التسمم الغذائي، ويكون الحج تاعك ان شاء الله بسلام. راهم يولونا في المساء في المناسك، راهم يعلموا فينا باه ان شاء الله كي نروحوا لهيانيا نكونوا متدربين، وبارك الله فيهم وبارك في الدوله تاعنا. على كل حال راهم سهلوا لنا كاع في الكواغط، راهم رانا الحمد لله رانا مع المشايخ تاعنا، راهم كل يوم ينبهوا فينا ورانا نسنتوا ورانا باه ندوا خبره باه كي نروحوا ليه ما نغبنوش. وراو لنا كاع برايض الله يحفظهم والله يشد لنا فيهم الله يحفظهم، وندعو لهم ربي ان شاء الله معنا وبارك الله فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال نشكر الناس القائمين على هذه الدوره الخاصه بالحج، من رئاسة الدولة إلى الحكومة إلى العلماء إلى الأئمة اللي راهم قايمين بنا. على كل حال هما ساهرين باش يعلمونا مناسك الحج حتى يكون بالنسبة لنا احنا حج مبرور إن شاء الله بإذن الله. وفي الأخير بارك الله فيكم. بارك الله في المشايخ الذين علموا فينا، والحمد لله وربي كثر خيرهم ويجازيهم ان شاء الله. احنا نقرونا فهمتوا شويه احنا ما ناش قارين، ورونا ايه ونتبعوكم ايه ربي يحفظكم ايه ويشد فيكم امين ان شاء الله امين ويهنينا ان شاء الله امين وربي يتقبل منكم الحج تاعكم امين امين احنا وانتم يا ربي.